شهامة خريبجي، سائق الطاكسي يعيد لزبون حقيبة بها 15 مليون سنتيم. أعاد سائق السيارة الأجرة من الصنف الصغير أمس الاثنين حقيبة لزبون نسيها بين مقاعد سيارته وبداخلها مبلغ 15 مليون سنتيم، وحسب تصريح أدلى به سائق سيارة الأجرة لمنابر إعلامية محلية بخريبكا، فقد صادف في أول رحلة له صبيحة أمس الاثنين شخصا يحمل حقيبة جلدية وطلب منه أن يوصله لمحطة الحافلات. وبعد نزول الزبون بدقائق فطن السائق خالد بتواجد حقيبة يدوية في المقاعد الخلفية، وقام بالتقاط صور لها ونشرها بمجموعة على الواتساب خاصة بالسائقين المهنيين لسيارات الأجرة بالمدينة. وبعد مرور وقت قصير لاحظ أثناء عودته لمحطة سيارات الأجرة تواجد صاحب الحقيبة وهو في حيرة من أمره، وبعد فتح الحديث معه تيقن أنه مالك الحقيبة. مول 15 مليون وقع على هول الصدمة حين أعاد إليه الحقيبة وبداخلها المبلغ الكامل، وقام بمكافأة السائق ومنحه مبلغ 500 درهم.